مصطفاه. ايه حاج، ايه الاخبار؟ الحمد لله الله يخليك. وبعدين يا اخي الموز بتاعي كذا تاجر يجيني، ولا تاجر كل ما يبص في الموز بتاعي ما يرضاش يشتري مني، يشتري بتاع الحاج حسين. مسؤول الحاج حسين؟ الحاج حسين راجل بيقعد في زرعه من الصبح لغايه المغرب. تمام، يبقى يجاهد في زرعه. لكن انت مقضيها على القهاوي. بس يا اخي الموز بتاعه يعني عارف الصباطة، الموز تعمل 70 كيلو، وانا صباطي مش بجيب 10 كيلو. ما تراعيش لبتاع الناس، انت راعي لبتاعك وقعد في بتاعك وجاهد في بتاعك. صباعه حتجيب 80 كيلو صباطة، بطل الحب. تبقاش راجل حاقد. يعني انت بتقولها لي في وشي حاقد؟ انا حاقد؟ لكن حقولها في قفاك حتزعل، لكن ما اقولها لك في وشك مش حتزعل مني. من راجل الموز بتاعه يعني كل ما تاجر ياجي يتفرج اجيب تاجر، وانا اللي اتعب. وانا اتفق مع التاجر، ياجي التاجر يبص في الموز بتاعي يقول لي لا يا حاج هنشتري موز الحاج حسين. لا يخرب بيته الحاج حسين ده يا شيخ. بطل الحب يا حاج، ده راجل بيشقى هو وعياله في زرعه. انت مقضيها على القهاوي، ده راجل بيصحى من الفجر بيكون انت بتوك لاممها من الفجر على القهوه، بتقعد الفجر على القهوه. انت وقفه بتكون قايم من على القهوه، هو بيكون قايم رايح لزرعه. طب ما احنا عايزين يا ولدي بس يعني، طب هقول لك على حاجه بس تعالى هقول لك على حاجه. انت لو سمعت كلامي بقول لك ما تشوف لنا الراجل ده بيعمل ايه يا اخي. ايه بيعمل؟ بيعمل بيصبخ وبيجاهد في زرعه وبيشقى في زرعه وبيتعب في زرعه هو وعياله. انا مش عايزك تحقد على حد. انا بحقد؟ ايوه بتحقد. حتى انت اللي بتاكل في خيري بتقول لي بحقد؟ مش الواحد يقول صح ولا ما يقولهوش. هو ده الراجل ده اصلا ده الراجل حسين ده ما يستاهلش. كيف ما يستاهلش؟ والله ما يستاهل يا شيخ. ده بيتعب طول النهار هو وعياله في زرعه، بيطلع المغرب يا شيخ من زرعه، الراجل بيطلع الفجر. انا بتعب، انا بتعب. ايه بتتعب؟ ايه بتعب؟ بتتعب على القهوه. ايوه صح. الراجل البارد ده باني عمرتين يا مصطفى، ده باني عمرتين من ايراد الموز، من عرق جبينه. وانا مش قادر اجوز الواد، حمدته لي سنتين النهارده ما مسكتش 20,000 صحيحه في يدي. ولا حتمسك. ده ولده جاب عربية امبارح. انت مش حتمسك، عارف ليه؟ طول ما في حقد في قلبك، في حقد في قلبك ولا حتركب عربية ولا حتبني عماير، حتقعد طول عمرك حفيان. انا ايوه. وانت بتروح تقول على كده، بتقول الكلام ده تلقاك للناس بتقول الضوي حاقد برضو. لا انا مش بقول لحد، انا بقول لك انت. انا بقول لك انت. من الواحد من اللي يقول لواحد على الحاجات اللي هو فيه يزعل منه؟ الحقد يا اولاد، الحقد يا اولاد ما حيخرب البيوت. ما ليه بيتك خربان انت؟ ليه بيتك خربان؟ انا خربان؟ ماشي. ما ترقيش لبتاع الناس. ماشي يا ابوي، خلاص يا ابوي. خلاص اتفتحت. حجوي. بس ولد وجه. حجوي. يا عامل تعال اتفضل. يا عاملين يا مصطفى؟ يا عامل. يا عاملين. يا اخبارك يا عامل ابوك؟ تمام الله يخليك. حج حسين كويس؟ تمام والله. ايه اخباركم؟ تمام، لسه جايبين سيرتكم بالخير. ايه بنقول يعني الموز بتاع ابوك عشان راجل صالح وراجل بتاع ربنا، الموز بتاعكم ربنا كرمكم فيه. بسم الله ما شاء الله. ربنا يكرمك انت ان شاء الله حد. ومبروك العربيه. الله يبارك فيك. مبروك. طب ما انت تزهزه كده وفك عن نفسك. ما انا بفك، ما انا الموز بتاعي باذن الله. بس عايزك يعني الموز انتوا ايه بتدوله كيماوي ايه عشان الموز بتاعكم بالصلاة على النبي السنة دي؟ أبوي مستهم في الزرع. أبوي مش بيطلع من الموز. لأنه نهار قاعد فيه مستهم فيه بميته وصبغه وكده. مستهم فيه. لا ربنا لكن أنا بشوفك غير فين وفين يا حقين في الأرض بتاعتك. ربنا يكرمكم. أنا لسه دلك يعني جاي هسأل مصطفى، هي بشكر في الحج حسين. أيوة بقول الحج حسين راجل كويس. قلت ما شاء الله. قلت ما شاء الله، أنا كل يوم بقول ما شاء الله. عشان الحق من البلد. تمام. ربنا يسعدكم يا ولد، ومبروك العربية. الله يبارك شايف فيك. اخوكم امبارح بيغسلها. جبتوها بكام دي؟ ب2 مليون. العربية دي ب2 مليون؟ دي دفع رباعي يا حاج دوي. الحاج حسين هيركب دفع رباعي وانا مش قادر اغير المستكل. دفع رباعي دي. ربنا يوسع عليكم يا ولد. الله يخليك. قول ما شاء الله بس. ما شاء الله. استاذن عشان اروح اشوف الانفار. روح شوف الانفار. ده عندهم، ده انت عارف النهارده جايبين 18 نفر شغال عنديهم. 18؟ امال انا محدش برضه يشتغل معاي عشان بتاكل حق الناس.
امال ده هيركب ده الجعان هيركب دفع رباعي؟ دفع رباعي دي بتطلع يا حاج ممكن تطلع الجبل. ان شاء الله تتقلب بيه باذن الله قريب. ليه بس الحقد يا حاج دود؟ ليه الحقد؟ شيل الحقد من قلبك في شهر الكريم، احنا في شهر رمضان. لا قوم توكل على الله بس انت. ما الواحد يقول لك على السوح يا اخي. قوم توكل على الله، ما انت بتحرق دمي، انت اللي بتجيب لي اخبار الناس. ما انت راجل فاشل. ما انا لو قاعد لوحدي مش هتكلم ولا هجيب سيره حد، انت كل ما بتاجي بتضطرني تخليني اجيب سيره. ليه تحقد على جارك انت؟ ليه تحقد على جارك؟ خلاص يا ابوي لا يسمعونا. بطل الحقد. طب خلاص توكل على الله. ربنا مش هيكرمك. خلاص روح، والله انت اللي بتحقد